كعكه ولا كيك ديزاين اللي محطوط امامك رائع جدا. شكرا. باسم الشروق. اه سي تري بو. جميل. احكي لنا علاش الكيك ديزاين؟ علاه رحتي للكيك ديزاين؟ وما قصتك مع هذا الكيك؟ ولا غير هواية حبا، مشي غير يعني كيك ديزاين، حبا في المطبخ كامل. لأن اختصاصاتك عديدة يعني حلويات تقليدية، مملحات، كيك ديزاين، يعني حبا في المطبخ وليس بحاجة مختصة في الكيك ديزاين. رميسة، ولكن أنا نشوف أبدعتي في الكيك وعطيتي له صورة جميلة جدا، فربما تغير هذا الشيء ولا نشوفه كما نقول احنا بيرسوناليزي في الكيك، ولا باسم إنسان، ولا بصورة إنسان، سمي باسم قناة الشروق تي في وصباح الشروق. هذا الشيء ربما في إقبال كذلك هذه الأيامات. حسب الطلب تاع الزبون. كما تعرفوا الموسم هذا موسم تاع نجاحات، تاع بكالوريا، تاع أعراس، كاين بزاف ناس يحبوا كيك ديزاين سولون لو تيم، يعني على حسب المناسبة تاعهم تاع التخرج. داكور. وكاين اللي يحب على حسب أعياد الميلاد، كاين اللي يحب زعما على حسب الأعراس، على حسب حفلات. يعني كل وش هي اكبر يعني كيك خدمتيه وكان باي مناسبه؟ تاع عرس. كيس مونتي. كيس مونتي. كيس مونتي كبيره بزاف، زعما شحال؟ احكي لي عليها هذه. مش كي توجدي ماشي شحال بخي مش ليك، شحال كبيره. تاع 5 ايتاج. تاع 5 ايتاج. تري بيان بور 200 بيرسون. داكور داكور. طيب ومين تعلمتي؟ هي بدت هواية. وزعما نشوفوا بزاف على قناة اليوتيوب هاد، زعما نتعلموا بزاف على قناة اليوتيوب ومن بعد ورشات صغيرة. داكور. يعطيك الصحة، شكرا ليك رميسة، وكما قلت لكم بصمة رميسة راح تبقى معنا أيضا غدوة في اختتام الموسم تاعنا. نشكرك بزاف اللي كنت شكرا جزيلا من بين يعني الناس اللي تحب برنامج صباح الشروق.